السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الجمعة 3 من محرم لعام 1437 للهجرة، الموافق 16 من أكتوبر لعام 2015 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. حذر الدكتور ياسر برهامي رئيس اللجنة الصحية لحزب النور بالإسكندرية من تصريحات أحمد السجيني المتحدث باسم قائمة في حب مصر بغرب الدلتا من أن الخلاف مع حزب النور هو حول الهوية الإسلامية للدولة المصرية. وأكد برهامي في تصريحات صحفية أن تصريحات السجيني مخالفة للدستور مخالفة صريحة، حيث ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور إن حصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن يؤكد على عودة مصر بكامل قوتها لممارسة دورها العالمي والإقليمي. استنكر الدكتور أحمد رشوان سكرتير الهيئة العليا لحزب النور الهجمة الشرسة التي يشنها رجال الأعمال وأصحاب القنوات ورؤساء بعض الأحزاب المنافسة للحزب بانتخابات مجلس النواب المقبلة. أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة إضرام فلسطينيين النار في قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الذي وصفه بالعمل المدان والمرفوض. كشف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشنيكوف في تصريحات صحفية بدء تدريبات جوية مشتركة بين روسيا وإسرائيل بهدف ضمان سلامة التحليق في الأجواء السورية، وذلك في أحدث تطور على صعيد الحملة الجوية لموسكو في سوريا التي اعتبرت لسنوات أنها ضحية مؤامرة تشارك فيها إسرائيل ودول غربية وعربية. نقلت الوكالة الروسية عن نائب وزير الخارجية التركي قوله إن الطائرات الروسية والتركية خاضت 13 مواجهة خطيرة بين 3 و10 أكتوبر. أعلن الجيش التركي في بيان أن مطاردات تركية أسقطت الجمعة طائرة بدون طيار لم يعرف نوعها أو جنسيتها على الفور انتهكت المجال الجوي لتركيا قرب الحدود السورية. ذكرت مصادر محلية مساء أمس الخميس أن 7 مسلحين حوثيين قتلوا في هجوم للمقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة صنعاء. وصف وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مصر بأنها هي القلب ولا تحتاج إلى أن تتعلم أو تأخذ تجربة من مكان آخر. وشدد وزير الخارجية البحريني على الدور الذي لعبته دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في إنقاذ هذا البلد من حرب أهلية وتغيير في وضعها الديموغرافي. تعرض مسجد بمايدوغوري شمال شرق نيجيريا إلى هجوم إرهابي إثر تفجير عدد من المهاجمين قنابلهم، مما تسبب بمقتل 10 أشخاص. وأفاد أحد شهود العيان لسكاي نيوز أنه أحصى ما لا يقل عن 42 جثة بعد الانفجارات. شدد الدكتور تيجان غادي المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لجمهورية إفريقيا الوسطى على مطالبة الأمم المتحدة للقيام بدورها لضمان حماية جميع المجتمعات المستضعفة في جمهورية إفريقيا الوسطى بما فيها المسلمون. اتفقت مصر والسودان على تنفيذ مشروع تطوير منظومة النقل النهري بين ميناء أي أسوان بالسد العالي والشهيد الزبير بوادي حلفة، والعمل على النهوض بعمليات التداول والشحن والتفريغ وتحديث أرصفة الموانئ بما يساهم بإيجابية في زيادة وتنمية حجم التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين. قال الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي في حواره على فضائية سي بي سي أن باب الكعبة يتم طلاؤه بالذهب، مفيدا بأن آل سعود قاموا بطلاء باب الكعبة ب278 كيلو من الذهب. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الخميس انتهاء استعداداتها للمشاركة في تأمين الانتخابات النيابية بمشاركة أكثر من 185 ألف من أبناء القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة المدنية، وذلك لتأمين الانتخابات النيابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى لتأمين 18,945 مقرا انتخابيا. قال بشير حسن المستشار الإعلامي للدكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة قررت منح الطلاب والمعلمين إجازة يومي الأحد والاثنين أثناء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وذلك بالمدارس التي سيتم استخدامها كلجان انتخابية فقط على أن تستمر الدراسة بباقي المدارس بشكل طبيعي. وأضاف مصدر مسؤول داخل الوزارة في تصريحات صحفية أمس الخميس أن القوات المسلحة ستتسلم المدارس يوم السبت لإتمام إجراءات تأمينها وتهيئتها لإجراء الانتخابات، وبالتالي فإن يوم السبت بالنسبة للمدارس التي تعمل فيه وستستخدم كلجنة انتخابات سيكون إجازة أيضا.
صدر العدد 31 من مجلة النبع الصافي، ويمكن تحميل نسخة EXE من العدد من صفحة المجلة على الموقع. انتهت نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.